انت روحي على دورتك يلا. بدي افهم انت شو جابك لهون؟ طقيتي من غيرتك ما هيك؟ شو هالحكي؟ ليش بدي غار منك يعني؟ تمسكني هلا. انت من يوم يومك هيك ما بتحبي لي الخير. والله وجعتي لي راسي. بكره بتلمي حالك وبترجعي على البيت. انت مو جايه لهون مشان الدوره، انا بعرفك منيح. شاطره والله. اروى يلا يا بنتي رح تتاخري. انا رايحه خالي. بخاطركم. لكن كمال رح يطلقها لفتون ما هيك؟ كل قيصري بتعرف بهالموضوع. شو بكم؟ كيف يعني؟ فتون هي اللي قالت؟ طبعا هيك قالت، يعني ما بعرف كيف هالبنت بتفكر. يلا يصطفلوا ما دخلنا بمشاكلهم. شكري ربك انك اخذتي بشرى. بلا بكي هلا، اسكتي واسمعيني منيح. انتي لازم توقع كل ورق اللي بيعطيك اياها المحامي، ولا بدي اضطر احكي اللي بعرفه. وهذا مو منيح مشانك يا فتون، لاني رح احكي لبرهان كل شي شفته. فهمانه شو عم اقول؟